قلت لي كنت في علاقة مع واحدة أجنبية. كنت عندي بالنسبة الشيء كان نحكيك تقعد بيت أنا برشا أجنبيات يعجبوا مش أنا أعجبهم هما يعجبوا هما يعشقوني وأنا ما خممش في ما عنديش ما خممش في الجواز ولا حاجة وبسيبة مهولة نحكي مع الناس كل كيف هذيك صاحبتي هذيك عمل نتاع صاحبتي هذيك وانت زعما شنو هي الحاجة اللي فيك تخلي الأجنبيات يعشقوك؟ خاطر مسكسي بنفسي نعرف مع وين نمشي نعرف نخدم على روحي. معناها مسكسي بنفسي؟ ها؟ معناها مش اكلي اكسبرا بطحة اكسب معناها مش اكسبرا بطحة اي معناها تو بالنسبة لبرشا توينسا برشا تقصد انت ماكش اسبري معناها معناها تقصد انت ماكش اسبري ولا شغلك متفتح وهما يحبوا الراجل. انا جاي فرص جيتني كان احكي لك مع جيتني فرص زوز عروسات زوز وجوه كل قمرة الشعر الاصفر اما اصلهم الكمورة مافيا اي اجا اقرب معايا واحدة ذي مافيوزي ما مش مافيوزي كمورة وانت عرفت عليها ليه هي حبتني قالت لي نعرسوا اي كيف تعرفت عليها نخدموا مع بعضنا نخدم معاها وين في المعمل نخدم في المعمل انا عم ترانشاتوري وهي انا عم فصال وهي هاك تاخذ بحذايا وكل شيء وتحكي معايا وكل شيء وانا كعبه لي وقتها هما عندهم الدياليت تاع افيرسا نابوليتان نابوليتان ما يتكلموش الطليانيه حتى كي عندي صحابي تلين وقت فيستيفال دي ساريمو فما مفننة ترشحت قالوا لنا جي انا وخويا نفسر له بالغنية تحت تغني هذوما نابوليتان ولا كيما نحكي لك نابوليتان نفسر لهم بالغنية تحت تغني الفنانة هذه حسيلو الواحدة بوها يبيع في الجرانيت في الجرانيت وين هذايا وين؟ افيرسا افيرسا بروفيجا دي كازيرتا كامبانيا دي ايطاليا سود دي تحت روما تحت روما قبل ما تصير روما السود نتاع ايطاليا جنوب ايطاليا قبل ما تصير روما فما كازيرتا هذه فيها برشا توانسة وربي يجيبهم ربي تمام بخير ربي يصلح عالم انت كيفاش مشيت غاد؟ انا مشيت امور قانونية قبل ما تسكر قبل ما ايطاليا تعمل فيزا مشيت بكري خاطر مشيت عام 89 مشيت ورقت وبعد سكرت ايطاليا. احكي لي على البنات كيفاش عليك؟ ولا شغل لك عندي صحابي عندي صحابي من اكبر من فوتو موديل ومن مايكانات ومن واحد هذوك اخواتي هذوك. مزيت باتصال معاهم؟ ها؟ مزيت باتصال معاهم؟ ولا شغل لك بير المومنتو خاطر كانت فيتا كانت حياة بالوقت هذا تبدلت الحياة جملة وفما اللي كبر وفما اللي مشى على روحه خاطر هذوما انترناسيونال مجموعة انترناسيونال فما اللي مشى على روحه فما اللي ربي وكل واحد مشى في ثنية وكاو